عقدت شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع جامعة جنوب الصين الزراعية ورشة العمل الدولية تحت عنوان الزراعة الذكية مناخيا في مصر والصين بالمركز القومي للبحوث، وذلك في إطار التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين. الزراعة الذكية مناخيا في مصر والصين هو عنوان ورشة العمل الصينية المصرية التي طرحت موضوعات عديدة تتعلق بقطاع الزراعة وبالتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الزراعية في مصر والصين وعلاقتها بالإنتاجية الزراعية وجودتها في كلا البلدين. بندرس في خلال هذه ورشة العمل موضوع الاتفاقية في كيفية إقامة مشروعات، وخاصة في موضوعات التغيرات المناخية، وكذلك موضوعات الخاصة ب اللي هي الزراعة الذكية وزراعة المناطق الصحراوية. وتم توقيع بروتوكول تعاون أو أجريمنت ما بين الجانب المصري والجانب الصيني، بحيث إن هو يتناول كافة البحوث وكافة التجارب والمشروعات والدورات التدريبية والمنح ما بين الجانبين. ورشة العمل الصينية المصرية استعرضت قصص نجاح للزراعة الذكية مناخيا والتكيف مع التغير المناخي في مجال الزراعة في مصر والصين وفرص دعم برامج تغير المناخ في البلدين ودور البحث العلمي الزراعي في تنمية المنظومة الزراعية. شاركنا في ورشة عمل عن التغير المناخي والزراعة البيئية، كما استعرضنا بعض المشكلات المشتركة بين البلدين وكذلك المشكلات المتعلقة بالمياه ومصادرها، ونسعى سويا لإيجاد حلول لتلك المشكلات الهامة. الزراعة الذكية مناخيا هي إحدى الحلول للقضاء على الجوع والفقر وزيادة الإنتاج وتحسين المحاصيل الزراعية، وتقوم على زراعة المحاصيل التي تتكيف بشكل أفضل مع آثار تغير المناخ وندرة المياه، وتهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والدخل ومساعدة المجتمعات الريفية والمزارعين على التكيف مع آثار تغير المناخ وتقليص أو وقف انبعاث غازات الاحتباس الحراري من الزراعة. علاقات الصين ومصر في المجال الزراعي لا تقتصر على تصدير المنتجات الزراعية المصرية للصين فحسب، لكنها تتعدى ذلك إلى سعي الجانبين لتحسين جودة المنتجات الزراعية في البلدين. مستجاب عبد الله، سي جي تي إن العربية، القاهرة.